امشي على وتيره واحده، حتى لو انا نجحت في حاجه واحده، يعني تلاقيني ممكن اعمل زنقه ستات فيلم كوميدي، اعمل بعديه توأم روحي رومانسي، اعمل تحت ايدي السلاح فيلم سسبنس، اعمل بابلو اكشن شعبي، بحيث ان انت كل عمل هتلاقيني حاجه مختلفه ويبقى الجمهور مش متوقع انا هعمله ايه. ما مشيش في كوميدي بس او رومانسي بس او اكشن بس، احب دايما ان انا اكتشف نفسي في مناطق مختلفه واجرب. وده في النهايه خالص حلو للفنان انه بيكتشف نفسه في مناطق تانية ويبقى عنده تنوع، واعتقد دي حاجه بتطول العمر الفني للفنان. وفي النهايه خالص بيبقى حلو للجمهور انه يشوف اعمال مختلفه ومتنوعه للفنان اللي بيحبه. يعني في النهايه انا عايز يعني ان انا اشكرك على احساس حلو قوي الناس بتحسه بيك، ان انت اولا مرتبط بوالدتك رحمه الله عليها جدا جدا، ودايما بتنزل صور وبوستات حلوه عليها، الانسان بيتعاطف معاها، يحس الانسان ده حنين وانسان كويس وبيبر اهله حيين او متوفين، وان انت مع زوجتك في عيد ميلاد في عيد حاجه بتكتب كلام حلو قوي، وكمان بيبقى بطريقه غير مباشره بتنفي الاشاعات اللي بتتقال كده. والله هقول لحضرتك على حاجه، طبعا يعني بالنسبه لاي حد في الدنيا الام هي شيء لا يعوض. يعني كنت تكتب برضو عن اخوك، يعني انت في عندك طبعا ارتباط، يعني انا كويس. انا بشوف ان العيله هي اهم حاجه في الحياه، يعني دايما انا من وانا صغير الحاجات الماديه دايما سواء الواحد بيكسبها او يخسرها دي ما بتفرقش بالنسبه لي، فانا شخصيتي ما بيفرقش بالنسبه لها، ما بزعلش حتى على الحاجات اللي هي، حتى في شغلي انا بحب شغلي جدا، بس لو مثلا اعتذرت عن فيلم او مسلسل او حد تاني عمله ما عنديش انا الفكره بتاعت ايه، ولا عندي غيره مين يطلع. بالعكس انا بحب وانا بشتغل كل الناس تبقى حلوه، لان انا مؤمن جدا بالرزق طبعا، والواحد ياخد رزقه، وما عنديش جوايا اي ضغائن لحد خالص. وبشوف ان الحاجه الوحيده اللي هي المهمه الحقيقيه ان الواحد يبقى يخلي باله منها ويهتم بيها، وهي دي الكنز الحقيقي في الحياه، هو الاهل، الاب والام والاخوات والزوجه فهو دي اهم حاجه لاي حد. فكنت دايما طول عمري ما بحاولش ان انا اخلي الحياه تلهيني في شغل، حتى ان انا اقعد معاهم، يعني حتى ممكن ايام امي ما كنتش بشتغل كتير، يعني ما حاولش ان انا اعمل اعمال كتير، بس بعمل مثلا فيلم اعمال، تلاقي ممكن تحس ان في فتره السنين اللي فاتت ممكن اعمالي قليله، مش بالكم، مش كتير. ممكن دلوقتي تلاقيني بقى ايه عامل مسرحيتين وفيلم عشان تقعد جنبها. كنت بحب قاعد معاها، يعني كنت حتى اقول لماما لا ما يعني لو في قدامي دقيقه ما اقعد معاكي مش هضيعها ولا انا اعمل حاجه، اشتغل بس اعمل فيلم على قد مش عارف ايه وخلاص. حتى ما كنتش احب انزل اقعد مع صحابي وبتاع، لا احب اقعد معاها احسن استمتع اكتر يعني. وايمي هي تستاهل، وهو يعني حب متبادل، ومش بكتب كده او بعمل عشان انفي اشاعات. هو مش عارف، في ناس يعني بقى لها حوالي يمكن 5 سنين دايما بيتكلموا علينا اشاعات واحده مش عارف سببها ايه، بس هو اللي بيطلع الشائعه دي، هو عارف ان هي مش حقيقه، فاكيد تفسيرها ان هو عايز يعمل رواج لاي موقع، وانا بعتبر دي حاجه مش كويسه. يعني لازم اي حد عنده مجال انه يكتب في موقع يكتب يبقى عنده أمانة، بس هو بيستغل أسماء ناس معروفة والناس بتحبها الحمد لله عشان يبقى يعمل رواج للموقع ده. فللأسف الشديد في الوقت اللي احنا فيه ده إن هو يكتب حاجة غلط عشان الناس تحب تروح تشوف ايه الحاجات اللي مش صح. انت اصيل من ساعه ما عرفتك اول يوم عرفتك، خليك واخد بالك. انا عايز اقول بس يعني ان الاستاذ عادل عبد الله هو اول واحد عمل لي حوار في حياتي، اول ما كنت جاي امثل خالص كنت بعمل فيلم خيانه مشروعه، وعمل لي حوار ونزل لي صورتي غلاف، قلت ايه ده انت عامل زي الفنانين المشهورين وبتاع، كنت لسه محدش عارفني خالص. فيعني انا بعتز بيك جدا وصدقتي بيك من اول ما بدات لغايه دلوقتي، وانت برضو زي ما انت ما اتغيرتش خالص، وانت زي ما انت ما شاء الله. وانا سعيد جدا، معلش انا اسف على الطريقه. لا خالص، ومبسوط جدا ان انت اديتني من وقتك وتعبك، ده شرف ليا. شرف مبروك ودايما في نجاح يا حسن، ربنا يخليك، ربنا يكرمك دايما.